في الموضوع على طول بدون مقدمات ولا حتى كلام متزوق ولا مقدمات طويلة ولا مقدمات قصيرة، وأخش معاكم في الموضوع، موضوع البطالة. يعني إيه بطالة؟ والبطالة دي بتيجي إزاي؟ وبتيجي منين؟ ومين اللي بيعملها؟ أولا العيل بيبقى في أولى إعدادي، تانية إعدادي، تالتة إعدادي، بيبقى عنده بتاع حوالي 11 12 سنة، بيبقى واقف في الشارع، يروح يشوف توك توك معدي، يبص عليه يلاقي التوك توك سارق النور، ايه بيضرب له زمرتين، ايه ما عنده صب كبير ورا، ايه مش بيشغل اغاني، فالواد يندهش، يروح يقول لابوه يابا عايزين توك توك، هات لنا توك توك يصرف على البيت ويصرف علينا، وانا بعرف اسوق وبجيب هامش حلو وبكسب، بيكسب مكسب قوي وبيكسب مكسب كويس. فابوه يقول له طيب طيب يا ابني هجيبهولك، عايز توك توك هجيبهولك. وبالفعل بيجيبهوله، وقال لي من اللي فاتهم دول جبت صنايعي بتاع سباكه، بقول له يا معلم تعالى اعمل لي الحوض. ما علينا ما علينا، عمله ولا ما عملوش مش مشكلتنا، عمله ولا ما عملوش. لقيته داخل ومعاه شنطة، شنطة كبيرة، بقول له يا معلم هو انت ما بتجيبش حد يشتغل معاك ليه؟ قال لي يا استاذ العيل عايز ياخد 180 و190 و200 جنيه من التوك توك. بقول للعيل يا ابني تعالى اشتغل معايا وهديك 30 جنيه ولا 40 جنيه وهعلمك. يقول لي لا انا مش عايز اشتغل، مش عايز اشتغل معاك يا معلم. 30 جنيه بتعمل ايه يا معلم؟ انا رايح للتوك توك، رايح اشتغل على التوك توك يا معلم، ده اشتغل على اي توك توك. طيب طيب يا اخوي، عايز تروح تشتغل على التوك توك وتسيب صنعة وتسيب مسؤولية صنعة، تفتح لك بيت، تفتح لك ورشة، تبقى تتعلم وهتنفعك، ده سنتين على الأقل ولا حاجة لو دماغك نظيفة، وهتفهم وهتتوتك في الشغلانة وهتفهم أي صنعة وأي حرفة، في المعمار، في ورشة، والشغل مال البلد، وأنتم بتبقوا صغيرين من عاش على شيء شاب عليه، منذ نعومة أظافركم بتبقوا صغيرين، وبتقولوا مفيش بطالة وبتتربوا على كده وبتكبروا كده، وبتبقى قلبانة، بتبقى قلبانة في لسانتكم. ما فيش شغل، ما فيش شغل، ما فيش شغل في البلد، ما فيش شغل، ما فيش شغل، وكل شوية ما فيش شغل. ويروح الواد يركب التوك توك في دماغه أغراض، يقعد يلف طول النهار من صباحية ربنا، لا عايز يشتغل ولا عايز يعمل حاجة، عايز يقعد على الكرسي بتاع التوك توك، يقعد ماسك التليفون ويعلم، يقعد ماسك، ولا عايز يشتغل ولا بيصرف على البيت ولا حاجة، ويقعد مع العيال اللي شبهه في بتوع التكاتك، الأطفال اللي من سنه، ويقعدهم إيه يقول له خد خد السجارة دي اشربها، أمال يقول له اشرب سجاير، ومش بعيد يقول له اشرب مخدرات، أي أيوة والله يقول له اشرب مخدرات، وأنا عارف أنا بقول إيه، اشرب مخدرات. ولا أبوه معتقد اللي ابنه بيجيب دخله وبيكسب وهي شغلانة، بقول ده أنا ابني سواق، ابني سواق كبير، ابني سواق النقل التقيل، سواق النقل التقيل، ولا سواق ولا بتاع، والتوك توك مش محتاجه. طيب لو انت شايف نفسك بورم او شايف نفسك كويس كده وماشي قانوني، اما بتشوف خليك راجل، اما بتشوف كمين بتخش من على طريق التراب ليه؟ طب ما تكمل، بدل انت واد بطل كده وواثق من نفسك، اقف على لجنة عشان انت عامل حاجة غلط. امال عامل حاجة غلط وابوه معتقد ان ابنه بيدخل له دخل كويس وبيكسب وبيحط، والله ما يعرف حط له بنزين بكام، ولا حط له غير له زيت بكام، ولا يعرف حاجه في الكلام ده. المهم يقول له خد 100 جنيه، خد يابا هات حاجه وخلاص، يصرف على البيت وخلاص ب 100 جنيه ولا 120 جنيه وخلاص، ومش عارف اخلاق ابنه عامله ازاي في مع الناس اللي ماشيه. والتوك توك دي انا شايف اللي هي وسيله بلاش منها، بلاش منها في المجتمع خالص، لان هي او بلاش بلاش منها عشان ايه الناس اللي هي الارزاقيه اللي زي ابهاتنا واجدادنا، يبقى عنده 35 او 36 سنه ويركب على التوك توك، يبقى صح، يبقى مريض،
أو صاحب عاهة ربنا يعافينا جميعا ويشتغل. أمال غير كده العيال الصغيرة دي ما يركبوهاش، ما يركبوش التوك توك ده على أول خالص خالص كده، وجعت دماغكم. سلام عليكم.